التمارين الرياضية اللي ممكن نعملها في البيت أو نمارسها في البيت دي حاجة مهمة جدا، وخلونا نقول إن إحنا في الحقيقة بيجي لنا كتير جدا مدربين وبالأخص من اسكندرية بيبعتوا لنا فيديوهات أو بيبعتوا لنا شغلهم، بنختار منهم اللي يقدر الوقت يبقى مناسبه إن هو يجي، فإحنا ما عندناش أي شروط في الحقيقة إن أي حد يجي لنا يعمل تمارينات رياضية ويقول نصايح للناس إن هم يعملوا إيه في البيت ويلعبوا رياضة. إحنا عايزين كل الناس تلعب رياضة وعايزين كل الناس جسمها يكون متناسق وشكله كويس، ولان الرياضه بتدي الحقيقه الواحد ثقه في نفسه. فالنهارده مشرفنا ومنورنا وجينا من اسكندريه كابتن فؤاد افندي، هو مدرب لياقه بدنيه وهيكلمنا النهارده ازاي نعمل جسم رياضي واحنا في البيت. اهلا بيك يا فؤاد. حبيبي اهلا. اخبارك ايه؟ زي الفل. انت ايه علاقتك بالرياضه؟ ايه اللي خلاك تبتدي تقول انا عايز العب رياضه واعمل الفيديوهات اللي انت تعملها؟ تمام. بص، هو انا كنت في الاول بعاني من الوزن الزائد. تمام. يا راجل حقيقي؟ لا فعلا. بجد. اوكي. ودخلت بقى، انت عارف اول فتره في المجال ما بتبقاش فاهم حاجه فبتتعقد، يعني ما بتكملش فيه. فالموضوع يعني بدات ابحث بقى، فاهم؟ انت وزنك كان كام كيلو؟ كان 79 بس كنت صغير، ده الكلام ده من سنتين. اوكي. فكان كتير قوي على طولك على طولي، وكان شكلي اصلا مش حلو بعيد عن الوزن. فبدات الموضوع بيبقى معقد، فاهم؟ ما بتكملش يعني. فمن هنا بقى بدات ابحث، عايز اعرف يعني ايه اللي انا اعمله، ايه حوار السعرات. الموضوع كان بالنسبه لي الغاز، فاهم؟ فمن هنا بقى بدات رحلتي في ايه، في المجال، مجال التغذيه. طب انا عايز اسالك سؤال، انت اساسا دارس ايه؟ انا معهد نظم معلومات. اوكي. واشتغلت بيه؟ لا حقيقي ما اشتغلتش بيه. طب انت دلوقتي شغلتك ان انت ترينر وتدرب الناس؟ انا معايا كلاينت في الجيم واونلاين من البيت. بس انا ولا فيديو، ودي حاجه تحسب لك، شفته ليك في الجيم. كل الفيديوز بتاعتك في البيت علشان الناس اللي بتتابعني، ده هيبقى حافز ليهم اكتر. صح، لان الناس ما بتحب، في ناس كتير ما بتحبش تروح الجيم. انا حبيت اعمل كده، وحتى قاصد، مع ان عندي دامبلز وعندي اصلا يعني ما بتستخدمهمش، ما بحبش اصلا اصور في المكان اللي انا اصلا بتمرن فيه. بس اللي انا بعمله ده فعلا في ناس كتير، يعني انا معايا اصلا يعني نتائج رهيبه من التمارين. بنات ورجال؟ بنات. مين اسهل في ان هو بيكون ملتزم اكتر مع حضرتك، وبتشوف ان هو بيبقى عنده قابليه ان جسمه يتحسن اسرع بالنسبه للبنات ولا الشباب؟ البنات والشباب. لا، هو طبعا الشباب بيتحسن اسرع. البنات طبعا بيتغير برضو يعني الاثنين، بس الشباب اكتر عشان جسمه بيبقى معضل اكتر. ده اصلا عشان الجينات بتاعت الشباب اكتر. تفتكر يعني ايه السر في وجود كباتن كتير زي حضرتك في اسكندريه؟ هو السر ان اللعبه حلوه يعني. انت ثالث حد جينا اسكندريه، عندنا هنا حد احنا مسابقينه. بس انا زي ما قلت لك يعني انا في اسكندريه، بس انا بس كنت حابب تقدمني من كفر الشيخ. من كفر الشيخ. من فين؟ مركز منطوبس، قريه الجزيره الخضراء. طيب. بس انا دلوقتي في اسكندريه. انت بقى ليه ما بتفكرش تتنقل من اسكندريه وتروح بشغلك ده وتفتح مكان في منطوبس؟ منطوبس. منطوبس؟ في قريتك اسمها ايه؟ الجزيره الخضراء. في الجزيره الخضراء؟ ده على النيل؟ ولا يعني. طب ليه ما تروحش تفتح بقى مكان في الهواء الطلق وتدرب الناس؟ انا حابب فاهم، حر كده، حر. معايا كلاينت كتير، فالموضوع بالنسبه لي. طب انت كلاينت بس انت برضو ما تبقى انت فخور. ممكن في اسكندريه. انت فخور ان انت من كفر الشيخ، ليه ما تروحش تعيش هناك؟ لا، انا بقول كده لان يعني ده بقى موتيفيشن، ان انا من قريه مش من. ما دي حاجه كويسه قوي ان انت من قريه. انت فخر. انا بتكلم في كده بس. انا يعني اهلي وامي كلهم اسكندريه، فانا دلوقتي فقعدت. مش هينفع تروح كفر الشيخ. انا هخلي، مش هينفع افتح مكان في كفر الشيخ. ان شاء الله تفتح مكان في كفر الشيخ، انا واثق ان ده هيحصل. طيب، ايه اصعب عضله في الجسم؟ اصعب منطقه تنزل منها دهون ولا عضله؟ تنزل منها دهون. هي تقريبا عند كل الناس مشكله السكشن. عندنا في مصر بالذات لان بنمشيش كتير واكلنا كله اكل دسم جدا. بالظبط. طيب، انت بقالك قلت لي كام سنتين بتمرن؟ لا، انا بقالي اكتر من 3 سنين بمرن. بمرن اونلاين وبرايفت. طيب، احنا الفيديوهات بتاعتك الناس اللي عايزه تشوفها هتخشوا له على صفحته على الانستجرام، موجوده دلوقتي على الشاشه. خشوا تابعوا صفحه، في الحقيقه بيعمل فيديوهات حلوه جدا، وحتى كل عضله بيلعبها بيعمل تركيز عليها بلون معين اخضر على جسمه كده. فالفيديوهات بتاعته انا شايف انها مناسبه جدا لاي حد ما بيروحش الجيم او اي حد عايز يلعب رياضه ويخسس نفسه. ممكن تورينا بعض التمارين؟ اتفضل. احنا
احنا ناخد اتسين ميه. اوكي هتشرح لنا بقى بالتفاصيل كل حاجه بتعملها بالزبط. وكلها بس حاجه هتعملها هتعمل اربع عدات منها. بص هو دلوقتي انا هبدا بالمبتدئ الاول وبعد كده المحترف ماشي. تمام بقول لا احنا مش عايزين محترفين خالص. طيب انا هبدا دلوقتي للمبتدئ خالص ماشي. تمام هو انت اول حاجه بنسخن جامبين جاكس تمرين خالص وده ممكن يكون صعب في الاول لناس كتير فاحنا ممكن نستبدله مثلا بالتمرين كده. اوكي ده اسهل وناس كتير ممكن تقدر تعمل التاني بعد ده. ماشي. تاني حاجه بنعمل ممكن البوش اب وهو السهل برضو بس ده الصعب ولا ده السهل؟ ده السهل الصعب بيبقى كده. اوكي ماشي فانا هعمل السهل وكمان ده صعب بالنسبه للناس يعني. ده اوكي فده لو صعب على ناس اكتر فاحنا هنستخدم ازازتين الميه لان فعلا في ناس ما بتقدرش تعمل ده كمان وده شيء طبيعي لان هم مش متعودين على المجهود يعني او التمارين. اتفضل هنبدا نحرك كده تمام ده يعمل نفس تاثير الضغط نفس التاثير والله استهدف عضله الصدر بس لازم يبقى رافعين راسهم كده. انا رافع راسي علشان لا هو مش لازم مش لازم يعني ممكن راسهم تبقى على الارض. اه طبعا أوكي. وده اريح يعني. اوكي اللي بعديه ايوه بيعملوا لكم تمارين سهله جدا عشان ما حدش يبقى عنده ايه حجه. ده هيبقى بالبطن كرونش ده برضو ممكن يكون صعب للناس فيفضل يكون حد معاك بيمسك مثلا يثبت رجلك وتبدا تعمله. اوكي طب ممكن نشوف اللي بعده. هنعمل برضو للبطن الجوانب. اوكي ده مهم قوي ده مهم جدا ولو ما قدرتش تعمله هنعمل برضو الجوانب بالشكل ده. اوكي التمارين دي يا كابتن الناس تعملها في اي وقت في اليوم يعني في هو هيعملوا كل ده في البيت في اي وقت في اليوم وما فيش حاجه ثابته المهم انك تكون يعني عندك طاقه انك تعملها. أوكي. يعني ما تكونش جاي من الشغل. انت كشخص بتعملها امتى في البيت؟ عشان انا ملتزم بنظام يعني بعملها بعد العصر ده وقت مناسب جدا ليا. بتكون اتغديت ولا بكون فطرت واتغديت فعندي باور عزم. اوكي نعمل بالظهر بعد كده بقى الظهر ده مبتدئ جدا يعني تمام. اوكي في ناس بتعمل كده وده غلط يعني فاهم حمل على القطنيه اعمل لنا الصح. طيب الصح بترفع ظهرك كده بالوضع ده. اوكي في حاجه ثانيه بعد كده بندخل للرجل. الرجل طعنات ده في ناس كتير ما بتلعبش رجل. معظم الناس فعلا. اوكي هو التمرين ده للجسم كامل ممكن تبدا بيه بعد كده بقى زي ما حضرتك شفت في الاكونت كل عضله لها تمرين. بس ده للجسم كامل تقدر تعمله شهر شهرين تلتزم بيه. اوكي نزلوا لنا الانستجرام تاني على الشاشه لو سمحتوا. اوكي ده الايه كتف ده للكتف والباي للدراع مع بعض. اوكي لا تمارين سهله بصراحه سهله جدا ولو شايف ان هو بقى سهل ممكن بالدمبلز تتقل وزن فاهم ممكن احط فيها رمله بدل ما ممكن رمله هتبقى اتقل. اوكي اما تخلص قول لي التمارين احنا كده عملنا الدراع وضهر عملنا الجسم كله ناقص ايه الجسم كله ناقص حاجه ممكن بقى اعمل ده المبتدئ لا بلاش المحترفين المره الجايه عشان نشوفك تاني هات بس الازايز معاك. يبقى كده عملنا النهارده مع كابتن فؤاد افندي زي ما شفتوا تمارين سهله مش 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 صعبه ممكن اي حد عمره ما لعب رياضه يلعبها في البيت بس اهم حاجه الاستمراريه المفروض كل يوم. ولو شايف الموضوع هيبقى صعب عليك في الاول عادي ممكن تلعب يوم ويوم يومين وتريح يوم. اوكي بس استمراريه بالظبط لازم. شرفتني ونورتني حبيبي اهلا وسهلا بيك حبيبي. ونشوفك تاني عندنا ان شاء الله. شكرا ليك كابتن فؤاد افندي مدرب لياقه بدنيه وجاي لنا مخصوص من اسكندريه لكن هو من كفر الشيخ مركز الجزيره الخضراء مركز مطوبس قريه الجزيره مركز مطوبس قريه الجزيره الخضراء. هبقى اجي لكم وازوركم مره. ده طبعا شرف ليا في الجزيره الخضراء في الجزيره الخضراء اسكندريه احنا حفظناها بقى نروح الجزيره الخضراء نشوف في ايه. نورتنا. اتمنى تكون النهارده اتبسطتوا عندنا في 4 شارع شريف. نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم. باي باي.